السلام عليكم. هذا بوفكران بوفكران، ولكن اصلحوا يمكن هاد لابارتي هادي هما غادي نبدي معاها بالزفت، المهم كاينه اشغال هنا. هاد لابارتي اللي كانت خاصه ديك داك الطريف داك الطريف اللي كان ما مصاوبش هو تصاوب، ما كنتش هو نصور الحقيقة بوفكران، ولكن ملي شفت هاد الأشغال يعني هذا بغيت نوثقها. هاد لابارتي اللي كان، ولكن دوك لي رونو كاتر باقيين ما سالاوش. هاد لابارتي اللي كانت شحال هادي كانوا وقفوا فيها او ما زادوها او ما خدموها، هاد المقطع هذا هما خدامين حتى ليه، راه هما تيديروا الزفت باش غادي يدوزوا ديك لابارتي اللي بقات. حد بغى يدوز على اليمين ديالي هاد لابارتي هما خدامين، هاد المقطع اللي كان باقي خاص هما خدامين فيه. بين الرادار هنا لي رونو كات كاين العاديين وكاينين الصندوق، كاين الكوميرسيال وكاين توريستيك يعني توري عادية. هذه في الاحمر، هذه في البرتقالي، عندك وما تيجيو شاعلين الضوء، اغلبيه ديالهم شاعلين الضوء. تبارك الله، شحال يعني داك الشيء راه كثير، هذا العدد ديال راه الطريق كل هذا دابا راه قطعت واحد الفتره من الحاجب تقريبا حتى البوفكران قطعت، ولكن الطريق كلها عامرة بلي رونو كات. اليوم 18 فبراير، اليوم الأحد، هذه 3 و4، 3 و16 دقيقة. الصباح كاينه رياح شرقيه، رياح شماليه شرقيه، هاد لي كات كات معاهم مع لي رونو كات، هادوك لي كات كات تيديروا لهم ديباناج او كادو بيبا، تيديروا لهم سوكوريزم.
هادو تلقاهم مدعمين دابا هاد الرحلة ديالهم، تلقاها مدعمة من طرف يعني لا سوسيتي غونو. ديال تيباناج هاهي واحدة أخرى، هدا داير البولات الليد، هدا هدا داير الليد. هاهم واحدين أخرين من مور رومبوان، هادي من الجات. كاين الجماعة وكاين الإعدادية وكاين السبيطار. ها واحد الحمينة حمراء كحلة، كريان مجات. واحد ليركات اخرى تغونو كات، هل عندهم واحد الموعد، عندهم واحد الموعد، واحد المكان تيتلاقاو فيه، واحد المكان، واحد الزمان محدد. دابا ندخل نقلب عليه نشوف بالضبط اش تيديرو. هاد العملية ما فيها إلا الربح للبلاد، يدخلوا العملة للمغرب. هادو شكل آخر، هاهم واحد جوج سيارات. كاين عاوتاني دوك لي تيديرو لي زونسيان فواتور، هادي القنطرة د لوتوروت. هاركات أخرى، إوا منين جايين من هنا ما نعرف، واش خارجين من لوتوروت، واش جايين من الطريق الوطنية رقم 13 يعني دازو على الشاون، واش جايين من جهة الرباط يعني دازوا على الطريق الوطنية رقم 6. يبان لي بحال خارجين من لوتوروت،
نزيد نتاكد. واحد الوحده بانت لي، هاد الحمراء هادي بانت لي بحال خرجت من لوتورود. سمعوا الزفير ديالها، هما خارجين من لوتورود. حصلوه. هما خارجين من لوتورود. مازال تيخرجوا تبارك الله من لوتورود. تنزلوا السيارة تاعهم شاوروم. لا بيلوطو كاين كيا وكاين كاين شاوروم. هذا لوطيل زيد اوتيل، كاين حتى قاعة الافراح هنا. الطريق الوطني رقم 13 وغندخلوا للطريق الوطني رقم 6. فيها الاشغال هاد الطريق ثاني فيها. دوزو القنوات الطريق ولات زوينة. الطريق هاد البلاصة خلاوها محلولة، معرفتش غادي يخليوها محلولة غير هكاك، ما يمكنش، غادي دير على عراقيل باش يديروا الرومبوا. ما كاينش الاثار ديالو، الاثار ديال ان رومبوا نقطه دائريه. هنا حاطين السلعه، حاطين التراب والرمله
اللي ملي مازال فيها الخدمه لعليا صار كنت في مازال معرقله. هذه هي اي على الزحاز الحي اللي على اليسار منتزه. عرفت واش غيديروا شي رون بوين؟ ما باينش الاثار ديال شي رون بوين. يمكن غادي يبقى حقاش خاصو يكون بعدا بينه وبين النعيم خاص تكون شي دخله. ولا غادي يضطر دابا الانسان يمشي، اما يمشي يدور من اتقداو ولا يدور من البريديه. نورمالمون خاص هنا يدار الرومبوان على هذا الحي هذا ولا هذا الحي اللي على اليسار. ها هو صعيب لحقاش فيه سميتو هذا فيه الحدوره يعني هابطه ديك لاط. دابا بعدا راه مخلي لي باساج منين يدوزو الناس، لكن من بعد ما نعرف. ليمون تبارك الله موجود. مجمع السكني أسوار مكناس. هادي تقدا وعلى اليمين أناسي واحد. دخلوا الأتقدا وخاصنا شي حاجة. تبارك الله عليكم. السلام عليكم.